السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معانا شاشة ال جي 32 بوصة، هي ال سي دي. ان الشاشة بتشغلها كده، اشتغلت اهي. زي ما انت شايف خلاص كده، دي المشكلة اللي فيها. هنفتح الشاشة ونشوف ايه الوضع ونرجع لكم تاني. السلام عليكم ورحمة الله. هنكمل بقى الفيديو اللي احنا كملناه قبل كده. دي طبعا الشاشة احنا فتحناها وشفنا ايه المشكلة. احنا غيرنا هنا اهو، طبعا كارت الترميم ما فيهاش اي حاجة، احنا تابعناها ما فيش اي مشاكل. طبعا دائرة الباور كان فيها المكثفين دول اهو، 47/50، واضح كده. المكثفين دول غيرناهم اهم، دول قدام طبعا، وجربنا مفيش اي مشاكل. هنجرب اهو، كده بتهيألي العطل مفيش أي مشاكل، كده العطل راح. المشكلة كلها عندنا كان في المكثفين اللي انتوا شفتوهم دول في دايرة الباور. شكرا.